أصيب عدد من الطلاب الفلسطينيين بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت صباح اليوم بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة. وذكرت مصادر بحسب وكالة قدس بريس أن شبانا فلسطينيين رشقوا آلية تابعة للاحتلال بالحجارة عقب اقتحامها وتمركزها في بلدة أبو ديس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط جامعة القدس. وأضافت أن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا كثيفا من القنابل الغازية باتجاه حرم الجامعة، ما أدى لاختناق عدد من الطلاب. وأشارت إلى أن الآلية تمركزت قرب جدار الفصل العنصري منذ اقتحامها لبلدة أبو ديس في ساعات الصباح الأولى. من جهة أخرى، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة قصرة بمحافظة نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان ومنازل المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات العدو البلدة وتجريف آليات الاحتلال في الأراضي المحاذية لمستوطنة مجدوليم المحاذية لها. وفي سياق المواجهات، أصيب 9 مواطنين فلسطينيين بنيران أطلقها عليهم جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم دهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقل مواطنون آخرون بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. مصادر فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال استخدمت الذخيرة الحية لقمع شبان تجمهروا لمنعها من الدخول فأصابت 9 منهم، ونقل المصابون إلى المستشفى ووصفت حالاتهم بأنها مستقرة وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية. الوكالة أفادت أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما نقلت عن وسائل إعلام العدو اليوم أن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية 13 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وقد زعمت الإذاعة الإسرائيلية أن أحد المعتقلين من نشطاء حركة المقاومة الإسلامية حماس، وأنه يشتبه في ضلوع 2 آخرين منهم في نشاط إرهابي شعبي والمشاركة في أعمال شغب عنيفة حسب تصنيف العدو.